الإنجاب ولا يعرفون ما معنى الإنجاب. احنا نتحدث عن التوام هذو، توام يعني الأب نتاعهم ما يجيبش ولا الأم نتاعهم ما تجيبش. بعد 8 سنوات قاموا بالزرع، اتحطوا ما ماتوش موت طبيعي أو طاحوا، اتحرقوا في السبيطار في مسؤولين. 22/9/2019 كان عندي 100 مزيود، جيت للسبيطار هنا لا حدث حاجة هنا، لقيت تلفزيتي كاين، تلفزيتي يمشي عند القسم الجيولوجي ولا ديك الساعة، وهنا الجروب لايف تاعها، علاش الجروب لايف وتلفزيتي كاين؟ لولا الموال، علاش كان زاد ما بقاتش هذيك الوليفة الأولى تاعنا في ولاية الوادي هنا؟ وقعت كم زمان اللي فات؟ واش نمشي؟ هذا ممكن هذا يسموه، ويوم اللي مات هنا علاش هكا؟ علاش ممكن هذا ممكن؟ ياكل المسؤولين المسؤولين راهي لا دوزيام فوا توقع لو ديكا هذه تاع الكتريسيتي هذه راهي ديكا مفتعلة مفتعلة باش خدموا البريفي والمواطن هنا راه محظور في كل الادارات في جميع الادارات خاصة ولاية الواد تجيبوا غير في المسؤول المعاق عطلتوا التنمية عطلتونا تعبتونا مرضتونا وفي الاخير تعرفوا في درنا اجيال تقعدوا تعرفوا فيها في المستشفيات في كل المديريات كل المدارس الصحة كلهم يلعبوا وكلهم يحطوا في مناصب وهم غير لائقين لمصر من بين مدير الصحة تاع جمهورية تاع قمار ولا انسان من دائرة تربية فيها 66,000 مواطن سبيطار هذا معفسين معفسين من 2010 يطلبوا حقوقنا لحد الان ما كاين حتى شيء مسؤولين من المير والا الوالي والا مدير الصحة وراهم انا العشرة تاع النهار ما جوش من الصباح طالب أصحاب عقود مطب للتشغيل عبر مختلف ولايات الوطن بضرورة إيجاد سيد علي بداية تفاصيل أوفى حول هذا الحادث.
الحادثة وقعت حوالي ربما بربع خط وزير الصحة طبعا. طيب هل هناك أيضا أي تحرك من قبل السلطات إن كان من خلال تأمين المرضى الذين خرجوا من هذه المستشفى؟